خليل شاهين الكاتب السياسي من رام الله، أهلا بك معنا سيد خليل في هذه التغطية المتواصلة. أريد أن أعرف منك من هو رافع سلامك وكيف يتواجد في مكان فوق الأرض وهو يعلم بأن هناك مكافأة مجزية رصدتها إسرائيل لمن يدلي عن مكانه، فكيف يختبئ وسط المدنيين مثلا؟ مساء الخير. يعني بالتأكيد أن المعلومات صحيحة عن مثل هذه الشخصيات القيادية وخاصة في الجناح العسكري لحركة حماس، كما هو الحال أيضا مع قادة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية يعني الأخرى. لا أحد يعرف من هو المسؤول عن كتائب القسام في الضفة الغربية على سبيل المثال، يعني على الإطلاق، يعني حتى يعني لا يوجد اسم متداول، ولذلك هذه تحاط بقدر كبير من السرية، وهؤلاء لا يشاركون لا بنشاطات علنية ولا فعاليات حتى يعني تنظمها يعني حركة حماس، وهم يعني غائبين تماما عن المشهد المعلن، ولكنهم بالتأكيد قادة مهمين جدا في حركة حماس، وهم قادة في الصف الأول للحركة، وعلى الأرجح أنه عضو في المجلس العسكري الأعلى لحركة حماس الذي يعني خطط وقاد المعارك في السابق ويقود المعركة يعني حاليا. لماذا يتواجدون فوق الأرض؟ من الطبيعي أن يتواجدوا فوق الأرض، يعني غير الطبيعي هو أن ننساق وراء ما تروجه إسرائيل باستمرار بأن قادة القسام وقادة الأجنحة العسكرية للفصائل الأخرى موجودين تحت الأرض، وأنهم يأخذون الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين دروعا يعني بشرية، ثم تكذب إسرائيل نفسها يعني عندما تقول بأنهم موجودين فوق الأرض وأنه لا يوجد أسرى ومحتجزين إسرائيليين. إذا الروايات السابقة الإسرائيلية التي تروج في الإعلام هي روايات غير صحيحة، ولا يجب يعني علينا أن يعني أن نأخذها باعتبارها يعني شيئا مسلما يعني به، وخاصة أن مجمل المعلومات الاستخبارية حول شخصيات مثل محمد الضيف أو يعني رافع سلامه ومن قبلهم أيضا مروان عيسى وغيرهم من قادة حركة حماس ومن قادة فصائل يعني أخرى غالبا لم تكن صحيحة. يعني ومثال ذلك هو محمد الضيف نفسه الذي حاولت إسرائيل أن تغتاله يعني عدة مرات، وفي كل مرة كانت تقول أنها إما يعني قتلته أو أنها أصابته بجراح خطيرة، لتأتي هي لتنشر في الشهر الثالث من هذه الحرب صورة وعرضتها قبل يعني قليل تشير إلى أنه بصحة جيدة وأنه يحرك يديه وقدميه وأطرافه الأربعة يعني هي يعني سليمة، ولا يبدو يعني أنه يعني مصاب بجروح تمنعه من القيام يعني بدوره. لذلك هذا يثبت يعني مرة أخرى بأن القادة العسكريين للفصائل يعني الفلسطينية وليس فقط لحركة حماس فقط، يعني هم يقودون المعركة فوق الأرض، ربما يكون بعضهم يعني تحت الأرض، ولكن لا أحد يعرف. إسرائيل تقول أنها دمرت معظم الأنفاق، أنها في رفح كشفت يعني أنفاق بطول كيلومترات ومجهزة وفيها مواقع للقيادة، قالت قبل ذلك أن قيادة حركة حماس مختبئة في مستشفى الشفاء ومن ثم دخلت إلى المستشفى ودمرته يعني بالكامل دون أن نرى لا قادة لحركة حماس ولا يعني أسرى يعني في الشفاء، وتكرر الأمر في كل مرة، ثم قالوا في خانيو ثم قالوا في رفح ثم عادوا مرة أخرى ليقولوا أنهم موجودين يعني في خانيونس. بالمناسبة يعني حتى ولو صحت الرواية الإسرائيلية عن استهداف الضيف ورافع سلامة، لازلنا نتحدث عن عدد من قادة حركة حماس العسكريين الذين لا يتجاوزوا عدد أصابع اليدين الذين جرى يعني استهدافهم، ولكن هناك يعني مثلهم العشرات ممن يعني يقفون في الصفوف العليا، مراتب العليا والمراتب الأدنى يعني في قيادة العمليات العسكرية. لذلك لا أتوقع أن هناك تأثير كبير ميدانيا يعني لهذا الاستهداف إذا كان ما تدعيه إسرائيل صحيحا.